يا من هجرت القرآن، هل ما زلت مترددا؟ هل ما زلت ساكنا في مكانك لا تحدد موقفك ولا تتخذ قرارا؟ أما أخبرت أن الطريق أمامك ممهد ولكن عيناك لا تراه؟ أما علمت أن السبيل ميسر إن كنت حقا تريد النجاة؟ لا تفكر كثيرا ولا تبحث حولك، فأمامك كتاب الله فيه الخير والسعادة، لكن الغبار علاه فما عدت تراه. أتراك تشعر بلذة الحياة وأنت عنه بعيد؟ أتراك تنجو وأنت لا تفتحه طيلة العام؟ أتراك تسعد وأنت لا تعرف ما يحويه؟ لا تدعي الانشغال، لا تبرر هجرك ببعد الدار، فكلما ابتعدت عنه زادك الله بعداً.